ليش بيدخلوا في المستشفى؟ عشان المستشفى أمان لهم، لا يستهدف من المستشفى. وصف لي كيف الحماس استخدم في مستشفى طابعك لتخباية ناشطين عسكريين. كان لهم غرف يتخبوا فيها، قعدوا فيها تقريبا 10 ايام بعدين غيروا الاماكن. هو اجى وقت في المستشفى صاروا بالعشرات، يعني قرابة 100. أشخاص معروف يعني، حتى لونه ودهانه مختلف عنه بدون نمر. استعملوا النخل الجندي واستعملوا النخل البثري.